السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو الصياغه ديال الحساب المثلثي لي فورميل تريغونوميتريك. غادي نبداو على بركه الله. سوا اكس لا مزور دان انجل ايغي لي يكون اكس هو قياس ديال الزاويه حاده. الوغ سينيس الوغ خاص سينيس ديال اكس خاصها تكون محصوره ما بين صفر وواحد، وحتى كوسينيس اكس خاصها تكون محصوره ما بين صفر وواحد. غادي نخدمو تمارين بهذه الصيغه هذه ان شاء الله. كوسينيس مربع اكس زائد سينيس مربع اكس كتساوي لنا واحد، وطنجونت اكس كتساوي سينيس اكس على كوسينيس اكس. وكاين صيغ اخرى، سينيس ديال 90 درجة ناقص إكس كتساوي كوسينيس إكس، وكوسينيس 90 درجة ناقص إكس كتساوي سينيس إكس. طنجونت 90 درجة ناقص إكس كتساوي واحد على طنجونت إكس. غادي نبدأ إن شاء الله بهاد الصيغ الأولى اللي هي سينيس إكس محصورة ما بين صفر وواحد، وكوسينيس إكس محصورة ما بين صفر وواحد. ونبدأ بهاد العلاقات الأولى، ومن بعد إن شاء الله غادي إلى المهم ما بغيتش نطول عليكم بزاف، إلى كفانا الوقت غادي نكملوا تمارين أخرى إن شاء الله. غادي نبدأ على بركة الله اكزرسيس أها. سوا إكس لا مزيغ دان أنجل إيجي كالكولي كوسينيس إكس إي طنجونت إكس. مع العلم أن هي ساشون كو سينيس إكس تتساوي جوج على جذر مربع خمسة. ودابا غادي نشرح لكم من الاول بالعربيه. دا احسب كوسينيس اكس اي طنجونت اكس مع العلم ان سينيس اكس كتساوي جوج على جذر مربع خمسة. غادي نبداو على بركه الله غادي نحسبو كوسينيس، غنحسبو كوسينيس اكس. كوسينيس اكس غادي نبداو غادي نخدمو بهاد العلاقة الأولى اللي هي كوسينيس مربع إكس زائد سينيس مربع إكس كتساوي واحد. غادي نبداو أون، غادي نكتبو أون أون كوسينيس مربع إكس زائد سينيس مربع إكس يساوي واحد. إذا حنايا خاصنا نحسبو، تنقلبو على كوسينيس اكس. اذا غادي نديرو كوسينيس مربع اكس. الوغ كوسينيس مربع اكس يساوي واحد ناقص، غادي نرجعو سينيس مربع اكس للجهة الاخرى غتولي ناقص، غتبدل الاشارة ديالها هنايا عندها زائد، دابا غتولي عندنا ناقص سينيس مربع اكس، ناقص سينيس مربع اكس. قلنا بأن غادي نكملو، غادي نديرو تطبيق عدلي. دابا قلنا كوسينيس مربع إكس كيساوي لنا واحد ناقص سينيس مربع إكس، غنديرو عاوتاني ألوغ كوسينيس مربع إكس يساوي واحد. واحد ناقص شحال كيساوي لنا سينيس اكس؟ سينيس اكس هو جوج على الجذر مربع خمسة، كيساوي جوج على الجذر مربع خمسة. غنديرو واحد ناقص اثنان على الجذر مربع خمسة، ولكن راه كلشي مرفوع للمربع، مربع بحال هكذا.
دابا غادي نديرو دونك كوس مربع اكس تيكال واحد ناقص ربعة. هنا عفوا جذر مربع خمسة، جذر مربع خمسة. اذا هنايا راه هذا مربع نديرو اثنان في اثنان تعطينا اربعة، وجذر مربع في جذر مربع خمسة يعطينا خمسة. اذا غادي نحدو المقام، غنديرو كوس مربع اكس تساوي خمسة في واحد خمسة، اذا خمسة ناقص اربعة على خمسة. كوس مربع اكس يساوي واحد على خمسة، محصور ما بين صفر وواحد. عاد باش نستنتجو، قلنا كوسينيس اكس محصورة ما بين صفر وواحد. الوغ عاد باش نديرو نحيدو، الوغ كوس اكس يساوي، غادي نديرو الجذر مربع واحد على خمسة. دونك كوس اكس يساوي، هنا الجذر مربع واحد اللي هو واحد على جذر مربع خمسة. اذا لقينا كوس اكس شحال كيساوي. دابا خاصنا نحسبو طونجونت اكس. طونجونت اكس غادي نرجعو للعلاقه اللي هي طونجونت اكس كتساوي سينيس اكس، اللي هي هذه كتساوي سينيس اكس على كوسينيس اكس. طونجونت اكس غنديرو اون، نديرو اون طونجونت اكس تيكال سينيس اكس على كوس اكس. اذا الوغ غادي نعوضو الوغ طونجونت اكس تيكال سينيس اكس اللي هي هذه اللي عطاوها لنا قبيله، اللي هي سينيس اكس تساوي اثنان على جذر مربع خمسه، كتساوي اثنان على جذر مربع خمسه. و كوسينيس اكس هي هذه اللي لقينا، اللي هي واحد على جذر مربع خمسه. كي اللي يحسبها مباشره غادي نختزلو بجذر مربع خمسه وجذر مربع خمسه، وتبقى لنا جوج على واحد اللي هي جوج. اولا نخدمو هاد الطريقه هذه، نديرو طونجونت اكس تساوي اثنان على جذر مربع خمسه في المقلوب ديال هذه اللي هي جذر مربع خمسه على واحد، جذر مربع خمسه على واحد. اذا طونجونت اكس غادي نختزلو بجذر مربع خمسه، جذر مربع خمسه غتعطينا طونجونت اكس يساوي اثنان. دونك طونجونت اكس كيساوي لنا اثنان. كنتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم، باش ما نطولش عليكم غادي نكتفي بهذا التمرين، وان شاء الله في الحصه المجيه ان شاء الله غادي ندير لكم التمرين ديال صيغ اخرى اللي هي سينيس 90 ناقص اكس كتساوي كوسينيس اكس، وكوسينيس 90 ناقص اكس كتساوي سينيس اكس، وطونجونت 90 ناقص اكس كتساوي واحد على طونجونت اكس. وما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، والسلام عليكم، وكنتمنى يكون كل شيء واضح ومفهوم.